الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. وبعد، فإن الصيام ليس مجرد إمساك عن الطعام والشراب والجماع من أذان الفجر إلى أذان المغرب، وإنما هو أعمق من ذلك بكثير. وقد قسم بعض العلماء الصيام إلى 3 أنواع: صوم العوام، وهو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من أذان الفجر إلى أذان المغرب، وصوم الخواص، وهو الصيام عن الشهوات، عن شهوتي البطن والفرج وعن شهوات الجوارح أيضا. فلا تنظر العين إلى ما حرم الله، ولا تسمع الأذن إلى ما حرم الله، ولا ينطق اللسان بما حرم الله، ولا تسعى اليد إلى ما حرم الله، ولا القدم. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. من حفظ ما بين لحييه من أن يدخله طعام أو شراب من حرام، أو أن يخرج منه كلام يغضب الله عز وجل، وحفظ فرجه عن الحرام، ضمن له النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي 6 من أنفسكم أضمن لكم الجنة: أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم، أضمن لكم الجنة. ثم يأتي النوع الأسمى من الصيام، وهو إخلاص الأمر كله لله عز وجل، وهم قالوا وهو صوم خواص الخواص أو خصوص الخصوص. وقد قالوا فيه: كف القلب عن الهمم الدنية والشواغل الدنيوية، والإقبال على الله عز وجل بالكلية. فما صام ولا استفاد بالصيام من أتعب نفسه جوعا وعطشا ثم أفطر على طعام من حرام، ثم كان غشاشا. وإذا أردت أن تأخذ علامة لقبول صيامك، من عدم القبول، فأنا أعطيك علامتين. العلامة الأولى: أنك إذا كنت بعد الصيام كقبل الصيام، فمن كان غشاشا بقي على غشه، ومن كان كذابا بقي على كذبه، ومن كان يأكل الحرام بقي على حرامه، ومن كان يخلف الوعد بقي على خلف وعده. فما صمت ولا استفدت من صيام، ونعوذ بالله من أن تقع تحت طائلة من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. أما إذا كان الصيام قد حسن أخلاقك، فمن كان كذابا قبل الصيام امتنع عن الكذب، ومن كان غشاشا امتنع عن الغش، ومن كان منافقا امتنع عن النفاق، فقد تحققت لديه الغاية من الصوم. لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى كما قال الإمام علي رضي الله عنه: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. أن تعبد الله وكأنه أمامك، وكأن الموت وراءك، وكأن الجنة عن يمينك، وكأن النار عن شمالك. وقد سمي المتقون متقين لأنهم اتقوا ما لا يتقيه غيرهم، حذرا وخوفا من الله. وكما قال بعض العلماء عن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن التابعين والعلماء والزهاد والحكماء، كانوا يتركون بعض الحلال مخافة أن تكون فيه شبهة حرام. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فعلامة القبول، من علامات القبول، أن تتغير أخلاقك
وأن تبتعد عن الحرام، وأن تبتعد عن كل أنواع الغش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة، وكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. وقال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غش أمتي فليس منا. وفي رواية صحيحة عند الإمام مسلم في صحيحه: من غش فليس منا. لا يجوز لك أن تغش لا المسلم ولا غير المسلم، ولا المتدين ولا غير المتدين. أنت تتعامل مع الناس لا يليق بك أن تكون غشاشا، ولا يجوز لك أن تغش أي أحد على الإطلاق. فالغش صفة ذميمة، والنبي يقول: من غشنا فليس منا. والذي يغش في الطعام أو الشراب أو الغذاء أو أي سلعة من السلع، إنسان عادم الضمير، فاقد الضمير، لا يتقي الله. ثم إن من أخطأ أنواع الغش، الغش في الدواء والغش في الغذاء وفي طعام الناس وفي شرابهم، لأنه قد يؤدي إلى القتل أو الهلاك. ونؤكد أن الغشاش إذا كان يعلم أن السلعة التي يبيعها أو الطعام أو الشراب نظرا لفساده قد يؤدي إلى الوفاة فأخذه إنسان فمات، فهو قاتل عمدا يلقى جزاءه أمام الله. ثم نطالب أيضا بتغليظ العقوبة على الغشاشين، وخاصة من يتلاعبون بأقوات الناس وحياتهم ومتطلبات حياتهم. أما إن كان يعلم أنه يضر ولا يؤدي إلى الوفاة فأخذه إنسان ومع تراكم مرة فمرة أدى به إلى الوفاة، فهو قاتل عمد شبه عمد أو خطأ على أي على أقل تقدير، لأنه في النهاية غش أدى إلى هلاك النفس البشرية وهلاك النفس الإنسانية. هل يمكن أن يقال لهذا إنسان صائم؟ ولذلك النبي قال صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. ولم يقل التاجر الذي يصلي أو الذي يصوم، لأنه لو صام وصلى وكان غشاشا أو كذابا أو كان مخلفا للوعد هذا لا ينفعه صلاة ولا ينفعه صيام. العلامة الأولى من علامات القبول إذا كان حالك قد تغير، فهجرت الصفات الذميمة وأقبلت على الله، فتلك عاجل بشرى المؤمن، وهي علامة من علامات القبول وعلامات صحة الصيام. أما إذا كنت لم تتغير وما زال الخائن خائنا والمنافق منافقا والغشاش غشاشا، فما صام ومن تفع بالصيام وليس له من صومه إلا الجوع والعطش. العلامة الثانية حب الطاعة. بعض الناس في نهاية رمضان يتمنى ويستعجل نهايته، وبعض الناس أحب الصيام وأحب القيام وأحب الإقبال على الله عز وجل، فبضى بعد العيد بصيام 6 من شوال، ووظب على صيام بعض النوافل، أحب العبادة وأحب الطاعة، هذا سواء في الصيام أو في الصلاة. فمن علامات القبول حب الطاعة. وقد قالوا: المؤمن في المسجد كالسمك في الماء، روحه فيه حياته فيه. فأنت تعمر المساجد في رمضان، فإذا تغيرت بعد رمضان وهجرت عمارة المساجد عليك أن تراجع نفسك، لأنك إذا أحسست بحلاوة العبادة ولذة العبادة وقيمة العبادة فإنك ستواصل على هذه ستداوم عليها. وأحب الأعمال إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه وإن قل. فمن علامات القبول أنك لا تتعجل نهاية الشهر، ولا تقول الشهر لا يريد أن ينتهي وقد ضقنا بهذا بطول الوقت أو إن أو شيء أو نحو ذلك، إنما أحببت الصيام وأحببت القيام وأحببت القرآن ووجدت لذة العبادة. من ذاق عرف، ومن عرف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ولذا عندما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد ينتظر الصلاة بعد الصلاة لأنه أحب المسجد وأحب العبادة وأحب الإقبال على الله عز وجل حبا حقيقيا، حب يتحول إلى عمل. فمن أمارات القبول حب الطاعة وحسن السلوك، وأن يظهر أثر العبادة على أخلاقك وسلوكك وتعاملك مع أهلك مع أصدقائك مع جيرانك مع الناس أجمعين. فإن كنت كذلك
فهذه من علامات القبول، وإلا عليك أن تعود إلى نفسك فتجدد النية مع الله وتخلص النية لله قبل فوات الأوان. الضب أسلم بالرسول والجزء أن من الحنين والعين عادت يا قتادة فانظر لأنوار السيادة والشاهد تنطق يا محمد جمر السموم هنا توقد والشاة تنطق يا جمر السموم هنا توقد والله يأذن يا الحبيب حتى أسأل الله لي ولكم القبول في الدنيا والآخرة والستر في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرم شفيع.